مساء الخير كل مشاهدي برنامج باختصار. خلينا النهاردة احنا قررنا احنا وفريق البرنامج انه هنعمل حلقة مختلفة. هنعمل حلقة عن نجاح الشباب. الشباب المميز اللي قرر بنفسه انه هو يوصل للنجاح. عناصر النجاح ثلاثة. خلينا متفقين: الرغبة، القدرة، الفرصة. لو انت عندك رغبة ان انت تنجح هتنجح، لو انت عندك قدرات ان انت تنجح ولو بسيطة هتدور في رغباتك على النجاح، واول ما تجيلك الفرصة هتغتنمها عشان تحقق بيها قدراتك وتحقق بيها رغباتك. خلينا النهاردة نبدأ حلقتنا النهاردة مع ضيفي اللي مشرفني ونموذج فعلا يشرف اي أسرة مصرية، وبجد اللي نقدر نقول يعني تسلم التربية اللي خلت يبقى عندنا في المجتمع شباب ناجح زيه. مصمم الجرافيك اللي دايما مشهور بأصغر مصمم جرافيك، إسلام بسيوني. ازيك يا إسلام؟ أهلا بحضرتك. والله أستاذ نانسي، يعني مش عارف أقولك على الكلام الرائع اللي قلتيه ده. هو أنا ما قلتش حاجة، دايما بتفاجئينا بكلامك المميز وإطلالتك العالية معنا. يعني انا ما قلتش حاجه خالص، ده احنا لسه هنقول كتير وكتير وكتير. خلينا بس الاول، الناس ما تعرفش مين هو اسلام بسيوني، عرفهم الاول مين هو اسلام بسيوني وقول لهم عندك كام سنه، على كميه بقى الكلام ان شاء الله اللي هنتكلم فيه ده. ما شاء الله ربنا يزيدك. الله يخليك. مبدئيا انا اسلام بسيوني، جرافيك ديزاينر، بقالي 12 سنه جرافيك ديزاينر من وانا في ثانيه اعدادي. و 12 سنه 12 سنه ده يعني كنت بقالي 12 سنه وانا عندي 12 سنه. ايوه 12 سنه. يعني انت اصلا عندك كام سنه؟ انا 25 سنه. 25 سنه، يعني انت من 12 سنه بتشتغل على نفسك. يعني مش هنقول بقى شغل، بتشتغل على نفسك. يعني كان عندك كام سنه لما بدات؟ كنت ثاني اعدادي، يعني مثلا 13 سنه 14 سنه كده. 14 سنه. يعني كنت لسه في ثانويه عامه ولا اصغر؟ ثاني اعدادي. 14 سنه ثاني اعدادي. اوكي تمام، كمل. فهي انا هوايتي من صغري الرسم، وانا نميت هوايتي، يعني ان انا عايز اتعلم حاجه زي كده، وانا ما كنتش اعرف حاجه اسمها فوتوشوب اساسا ولا كنت اعرف الكلام ده خالص. بس انت بتحب الرسم؟ انا هوايتي من صغري الرسم. تمام. بس فكنت مثلا بشتغل فتره الاجازه بتاعت الدراسه وبتاع عشان اختلاط. بتشتغل مع حد ولا انت بتشتغل على نفسك في البيت؟ لا انا كنت بشتغل على نفسي في البيت. تمام. وجت يعني والدتي مثلا ساعدتني في عرفتني مثلا على حد. تمام. ونزلت اشتغلت اتعلم في الشركه، وواحده واحده انا نميت نفسي طورت نفسي. قعدت في الشركه دي فتره، وبعد كده سبت الشركه. عايز اعلى، يعني عايز اشوف ناس اعلى، ناس تقدر مثلا اسلام في حتته كويسه. وقعدت اشتغل على نفسي كويس، وقعدت اشوف اكتر، يعني اشوف تصميمات اكتر من بره مصر. مين اللي اداك فرصه ان انت توصل لان انت حتى تشتغل وانت لسه في ثانيه ابتدائي؟ مين؟ باباك ومامتك في البيت كان ليهم عامل طبعًا ولا طبعًا انت من نفسك طالع كده طفل مميز؟ لا 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 طبعا، كان والدي ووالدتي، ووالدتي طبعا ليها يعني ربنا يخليهم لنا هما الاثنين، ربنا يبارك لك فيهم ويشفيهم ويشفي كل مريض طبعا. فهم ليهم فضل طبعا، هم السبب في وجودنا اساسا، يعني اكيد طبعا. فمن غيرهم وماشيين بدعواتهم وكل حاجه احنا وصلنا لها بدعواتهم بكرم ربنا علينا يعني. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه قبل ما ناخد المداخله الجميله اللي معانا. انت قلت لي قبل الهوا ان مامتك يعني وباباك مرضى، صح كده؟ وان انت بتشتغل. يعني انا عايزه اقول لكم على حاجه، هو مش مجرد شخص ناجح. يعني احنا لما نحب نستضيف حد في برنامجنا ما استضفناش حتى شخص ناجح في شغله فقط، لا ده باباه ومامته مرضى، اقول بكانسر، وهو بجد بجد ونعم الابن. مامته يعني معانا في مداخله دلوقتي ان هو بياخد كمان من نجاحه ومن فلوس شغله علشان يكمل في مصروف البيت ويساعدهم. فانت تشيل على الراس ده فرض علينا، يعني ده هم السبب زي ما قلت لحضرتك، هم السبب في وجودنا. فما لازم اي حد لازم يعمل ده، واجب علينا، يعني فرض مش واجب، ده فرض يعني علينا لازم نعمل كده. طب معانا استاذه امل حسنين. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟
بنسلم حضرتك ويسلمكم كلكم. ممكن استأذنك بس توطي صوت التي في شوية وتسمعينا من التليفون؟ حاضر. اتفضلي. اهلا بحضرتك وبالبرنامج وأسرة البرنامج وكل العاملين. اهلا بيك. مع حضرتك. اهلا بيك. احنا عايزين اولا نحييكي فعلا، يمكن صوره استاذه امل معانا، وطبعا واقف جنبها الجميل اسلام بسيوني. ف يعني انا عايزه اولا اشكر حضرتك فعلا على التربيه اللي الشاب الناجح اللي انت نشاتيه للمجتمع. متشكره لحضرتك واخلاقكم، وده من بعد ما عندكم يعني. هو اسلام حبيبي وابني وكبير عندي يعني. انا نفسي بس نفسي زي ما هو ناجح كده يسمع كلامي واجوزه، لكن هو مش عايز، هو متمسك متمسك بشغله يعني، عايز يبدا مشوار نجاحه وعايز يستمر فيه. ده جميل. انا اللي حطيت رجله على الطريق فعلا ودخلته المجال دوت. حبيت انمي عنده الموهبه بتاعته، وهو من وهو في اعدادي وفي ابتدائي كان دايما في المدرسه بتاعته متفوق في الرسم وفي المجالات دي، حابب المجالات دي كان اكتر من المواد الثقافيه. ما شاء الله. المواد الاساسيه كان حاسس مش قد مواهب الرسم والمواد الثقافيه دي. ما هو عشان كده طلع ناجح فيها، ويعني انت مشكوره بصراحه ان انت ساعدتيه في النجاح ده، وكنتوا اول طريق للسلم الصح لنجاح اسلام بسيوني. اشكرك جدا على المداخله. كان عايزه اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. انا مش عايزه، انا مش عشان تعبانه، انا مش حاسه، انا مش ضعيفه، انا قويه جدا وعندي امل في ربنا. ربنا يا رب يديك الصحه والعافيه ويشفيكي. انا ربنا انعمني اما اداني المرض ده، انعم عليا بانه هو من حبه في عبده. ربنا يشفيكي. ربنا يا رب يشفيكي ويعافيكي. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا لسه جايه من المستشفى واخده جرعه الكيماوي، وعايزه ابوس الارض على نعمته عليا لما بشوف في حالات اصعب مني في المستشفى. ده انت على راسنا يا طنط. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا رب. وربنا يبارك في صحتك، والف مليون سلامه عليكي، وربنا يخليكي لاسلام ويخليه لكم يا رب. اشكرك جدا جدا على المداخله. يعني اولا ربنا يخليها لك، وربنا يشفيها لك ويعافيها لك من عنده. انت بطل، انت فعلا بطل. يعني مش اي شاب بيعمل اللي انت بتعمله. يعني ممكن اي شاب ياخد من الفلوس دي عشان يجهز نفسه ويقول لك انا عايز اتجوز، ما خلاص. لكن انت فعلا ونعم التربيه. خلينا بقى نتكلم شويه على نجاحات اسلام بسيوني، واسلام بسيوني عمل ايه في حياته؟ قول لنا البدايه كانت فين وبدات بايه؟ اولا انا البدايه اشتغلت زي ما قلت لحضرتك، انا اشتغلت في شركه وكنت بتنطط كتير، شركات كتير. ما كنتش مثلا بكمل شهر شهرين بسبب ان انا مش حابب شغلي مع الكاتيجري ده. لا، انا شايف اسلام في حته تانية، على طول عمال بطور من نفسي وبشتغل، وما كانش بيفرق معايا خالص العامل المادي. كنت اللي بيفرق معايا كان اللي يشوف ديزاين او اللي يشوف شغل يقول مين اللي عامله، مش عامله عند مين. فكانت بتفرق معايا خالص الكلمه دي. يعني كنت بحب ان انا مثلا الناس اللي تشوف الشغل بتاعي يقولوا مثلا مين اللي عامل ده، فكنت بحب عشان يبدا اسمك يظهر. كنت على طول بشتغل على اسمي. جميل. ان انا وما يفرقش معايا دافع جنيه دافع 100، مفيش الكلام ده خالص. انا بيفرق معايا الشغل اللي انا عامله حاجه حلوه ويبسطني قبل ما يبسط العميل. جميل. اساسا جدا. وبعد كده بقى لما دخلت بقى على عايز اخش مثلا اشوف فنانين مثلا بشتغل معاهم، يعني الناس اللي كنت سالت بقى مثلا يعني الفنانين دول بيتقابلوا ازاي، كنت صغير يعني. بيت صغير بس بتدور على نجاحك. عاوز توصل، مش عيب اي حاجه تعملها، مش عيب في طريق النجاح. عملت ايه بقى؟ فنزلت يعني حد كده صديق ليا قال لي يعني دولت اكتريت مثلا بيقعدوا في كافيه مثلا معين، مش عارف ايه الحاجات دي. ففضلت نزلت فعلا ولفيت بقى على الكافيهات والحاجات دي، بقيت اقعد. انت قلت لي قبل الهوا انك بتقعد على الكافيه تستناهم كل يوم. وكان مثلا انزل من البيت ما جباش مثلا معايا مثلا هو كوبايه الشاي ومواصلات بس مثلا، واقعد على كوبايه الشاي دي طول اليوم. ده انت لازم تبقى فخور بكلامك. يعني انت ليه خجلان وانت بتقول ده؟ انت فخر للشاب بجد الفاشل اللي هو مش عارف يقول لك لا انا مش عارف اعمل ايه في حياتي. لا لا لا، ده انت نزلت وبهدلت وما كانش معاك فلوس انك تقعد في كافيه، كنت بتنزل بس تستكفي بكوبايه الشاي علشان خاطر تقابل حد واحد من الفنانين يمكن توصل للي انت عايزه في الجرافيك. ده شيء يشرف. ده حقيقي. ما تتكسفش. لا لا لا، عمري ما اتكسفت من حاجه خالص. تمام. من دي.
وبسم الله الرحمن الرحيم. وقعدت بقى كان معايا حته لاب كده مدغدغ يعني اللي هو ايه ما فيهوش زراير. فكنت بشتغل وبدوس بالقلم وبتاع، بس انا ولا كان هزيزني يعني اقعد مع اي حد. انا عارف انا اطلع من اللاب ايه، اطلع من الشغل ايه، مش فارق معايا اللي قاعد عليه. والحمد لله يعني اشتغلت مع ما قابلت فنان، وبقى مثلا ينزل شغل مثلا على الفيسبوك، ينزل مش عارف ايه، فبقى يعمل مثلا تاج ليا، فبقيت اللي عنده يشوفه مين اللي عامل، فبقيت ايه بقيت بدأت حد بيوصل لحد. قصة كفاحك في النجاح بدأت من هنا. يعني انت بص، انا عايزة اوصل للشباب رسالة مهمة جدا. يعني خلينا ناخد اسلام بسيوني مثل في النجاح. اولا شاب عنده 25 سنة اشتغل على نفسه وهو عنده لسه 14 سنة، يعني كان في تانية اعدادي وما خجلش ان هو ينزل عشان يوصل لنجاحه. كان عاوز في الجرافيك اكتر حاجة ممكن تجيب له فلوس ايه هي، هو ما معهوش فلوس وعاوز يزود دخله، فبدأ ينزل يقعد في الكافيهات عشان يستنى ممثل او اي حد، يعني هنقولها كده باللغه العاديه، ان هو يحن عليه او يديله شغل عشان يجي من وراه ولو جنيه او اسمه يتعرف. ما قالش لا انا مش هعمل ده ولا كرامتي ولا لا. وفعلا انت وصلت. لا لسه، لا 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 عمري. ثانيه لا واحده، لا 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 طول ما انا قاعد بتعلم، يعني كل شويه بتعلم حاجه جديده، وعمري ما اقول انا جميل. مثلا وصلت. انت لا عارف لا خالص. اقول لك على يعني حاجه، امي مثلا قعدتك دلوقتي على الشاشه وكل الناس بتشكر فيك، يعني احنا دلوقتي انت كنت بتتمنى تقعد مع فنان واحد في كافيه، صح؟ ده حقيقي. طب انت عارف احنا معانا كام مداخله من الفنانين عشان خاطر يباركوا الاسلام بسيوني والله على النجاح؟ دي دي, دي 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 من عند ربنا والله، محبه الناس. وانا بفرح لما بلاقي مثلا حد بيقول دي اللي الواحد اساسا بيكسبها. يعني ما بعمل مثلا مع حاجه مع حد اللي بكسبها السيره، يعني الكلمه الحلوه اللي تتقال في ظهر الواحد ومش موجود، دي المكسب والله العظيم، دي حقيقي فعلا. دي حاجه جميله مش مكسب بس. خلينا الاول قبل ما ناخد اي مداخلات خلينا نتكلم شويه ان انت كمان طورت من نفسك، ما وقفتش عند مصمم جرافيك فقط، ده انت كمان عملت تنظيم مؤتمرات. وانا عارفه طبعا من اكبر المؤتمرات اللي انت عملتها من الاول، الموسم الاول للموسم الخامس، صح كده؟ كان في ايجي فاشون، ده كان اول مؤتمر، صح؟ كان قبل الايجي فاشون، كان قبل ايجي فاشون، قبل ده شغل ايجي فاشون كمثلا كانا كشخص كديزاينر، كديزاينر ومسؤول عن التنفيذ لكل جميع المطبوعات. جميل. ده في ايجي فاشون. قبل ايجي فاشون كان في ايفنت ملكه محجبات العرب وافريقيا، انا كنت ده كان تبع الشركه، بس شركه برايت فيوتشر، وانا كنت من ضمن انا كنت الديزاينر الخاص. أوكي. بس فده كان ايفنت من ضمن الايفنتات. بعد كده بقى اشتغلت، بقى جالي الايفنت بتاع ايجي فاشون، والحمد لله يعني قعدت كام موسم؟ خمسة، من اول الموسم الاولاني لحد الخامس، اول تاني تالت رابع خامس. وحصلت على ايه؟ على كام تكريم لحد دلوقتي على سنك؟ يعني الخمس مواسم وتكريم، وفي عندي ثلاث تكريمات تاني من ايفنتات تانية، وفي تكريمات تانية برضو يعني من ايفنتات عادي من ضمن الحضور. يعني مش يعني احنا مش معانا دلوقتي على الشاشه تكريمك من اي جي فاشون، طبعا برئاسه استاذ احمد العزبي. وكان انت اتكرمت في كذا حاجه، واي حد بيكرمك بيقول لك انت فخر لاي مكان بتروح يا اسلام، صح كده؟ احنا عايزين بس خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين مع مصمم الجرافيك اسلام بسيوني. خلينا بقى نرجع نقول ان احنا كنا بنتكلم في ان انت طورت من نفسك وبقيت كمان بتعمل تنظيم مؤتمرات، صح؟ واتكلمنا على ايجي فاشون. في طبعا نجاح باهر لسه كان محققه مصمم الازياء الجميل محمد شهبندر، وانت كنت ماسك التنظيم والجرافيك وكنت ماسك كل حاجه، حتى هو كان كاتب كومنت على الفيسبوك اسلام بسيوني بتاع كل حاجه، صح كده؟ قول لنا بقى عملت ايه وبدات ازاي وقدرت ازاي تمسك تنظيم مؤتمر من الاي تو زي. مبدئيا انا محمد شهبندر اخ عزيز جدا جدا، من اجمل الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها في حياتي بامانه، يعني مش هيجي زيه في 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 التعاملات في الشغل. هو جه يتكلم معايا في البدايه من قبل الايفنت باكتر من 3 شهور، فان المفروض ان انا كنت كديزاينر عادي، كان شغلانتي. اوكي. بس فجينا بقى اشتغلنا مع بعض وعملنا الشغل التسويقي الايفنت،
على السوشيال ميديا، وبعدنا نتفق بقى على مثلا حاجة المطبوعات الحاجات دي، وبقى مثلا اتكلم على عايز بقى يجيب حد مثلا يعمل اورجنايز مثلا تنظيم الايفنت. فانا اوريدي اساسا انا بعمل كده يعني، انا بشتغل ده برضه. فقلت له عرضت عليه فقال لي تمام، وهو كان بصراحه مديني مساحتي، فهو مديني مساحتي فانا براحتي فبشتغل كويس يعني، واحد مش مأيدك. فرصه حلوه طبعا، فرصه حلوه ان انت تمسك تنظيم مؤتمر من اصغر حاجه فيه لاكبر حاجه فيه. ده حقيقي، ده في حد ذاته نجاح. ده حقيقي، وانا والله انا كنت بشتغل بجد بجد بكل حب للشخصيه دي. وتاني حاجه ان انا بكبر من اسمي، ان انا عايز اسمي ولا والله هو يعني الحمد لله يعني انا مش فارق معايا خالص عمله ماديه، انا ده بتعامل شيء جميل. ان انا محبه الناس بجد والله دي اللي انا بكسبها، ده احسن حاجه في الدنيا. اللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه، الحمد لله. وانت سبحان الله يعني ربنا بيحبك فمحبك محبب فيه خلقه، ربنا يزيدك ويديمها عليك نعمه يا رب. يا امين يا رب. احنا وانت يا رب. احنا معانا طبعا صوره مصمم الازياء الجميل محمد شهبندر، يعني كلنا عايزين نبارك له على الاتيليه الجميل اللي عمله، ورب دايما من نجاح لنجاح وتوفيق. فعلا هو شخصيه جميله ويستاهل كل خير. خلينا معانا مداخله جميله جدا، مش هقول فنان، مش هقول مذيع، مش هقول مخرج، هقول فنان يعني انسان كامل كده من كل حاجه. عاوز طبعا يهني مصمم الجرافيك اسلام باسيوني وللنجاح اللي هو وصل له. ازيك يا كريم اسامه؟ يا ننوسه ازيك؟ يا اسلام حبيبي يا كيمو، منورني والله. كمان لله وحده، وانتوا اللي عاملين حلقه جميله جدا 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 ومستمتع بيها. مشوار اخواتي، مشوار محبه بجد. ربنا يخليك. خلال مذيعة شاطره نانسي، ربنا يخليك. مصمم عالمي حبيبي يا كيم، واخ يعني ما حاولت اتكلم عنه مش هوفي حقه، اسلام بسيوني. ربنا يكرمك يا كيم. وفي كمان انا منتظر باقي الحلقه كمان مع امام فوزي مصممه الجميله بطح. ما شاء الله انتوا عاملين النهارده حلقه متميزه. حلقه دسمه، حلقه دسمه يا كريم. عاملين حلقه دسمه بجد. يمكن متحمس جدا ان انا اتابعكم اكثر واسمع منكم اكثر بجد. كل واحد فيكم قصه نجاح مختلفه، وكل واحد فيكم مثال مشرف ان الناس تسمع وتتعلم وتشوف نماذج مختلفه جدا. وانت كمان من النموذج اللي يشرف، من الشباب اللي يشرف يا كريم. يا نجم، ده شرف ليا والله. بنجاحك واللي انت وصلت له بنتشرف بيك والله يا كريم في كل حته. ربنا يخليك يا اسلام، انت اللي اتشرف والله بمحبتك وذوقك وشطارتك. ويمكن جميل ان البرنامج بيدي فكره ان هو يعرف الناس بالنماذج الناجحه المشرفه، من نماذج الشباب اللي بتشرف بلدها، النماذج الكويسه اللي فعلا تستحق الشباب ان هي تشوفها قدوه وتشوفها حاجه كويسه، ان هم بيتعبوا من ما فيش خالص، من غير لا واسطه ولا محسوبيه ولا اي حاجه، مجرد ان هم عندهم يمتلكوا الادوات والموهبه وبيبحثوا وبيوجدوا فرصتهم بنفسهم. دي حقيقة. رائع رائع رائع. محييكوا جدا على الحلقه يا جماعه. بحييك يا نانسي كالعاده. ربنا يخليك يا كريم. طبعا اخويا وصديقي المبدع اللي اتشرفنا والله. انا نجحنا نجاح كبير جدا في اعلان ببجي. ايوه ايوه صح. حصل حاصل على الفيسبوك تقريبا كان 5000 لايك. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. ده 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 بنجاحك، بنجاح الفكره يعني. الفكره هي روح التصميم. الفكره روح التصميم وروح كل حاجه. عملت حاجة، ومن غير كل الناس اللي اشتغلت معانا الواحد بيتشرف بجد ان ليه اخ مبدع ومحترم زيك. وحقيقي انت مثال ونموذج مشرف جدا في كل خطواتك الاخيرة. يا رب اللي جاي يكون احسن واكبر ان شاء الله. انا متوكل يا رب يا رب. ونانسي طبعا مذيعة قد الدنيا، شهادة ربنا يخليك. طب 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 احنا بنبقى فيه كده يعني. ربنا يخليك. احترام ومحبة. ربنا يا رب يزيد كمان وكمان ويزيد جمهوركم اكتر. ومتشوق كمان لإيمان فوزي المصممة الجميلة اللي هتبقى. يلا خلاص كمل معانا الحلقة واتفرج عليها. حبيبك والله انبسطت جدا بكلامك دوت، وتشرفت جدا يعني انا بتشرف اساسا بيك والله يا كريم. ومبروك على الشغل الجديد بتاعك يا كيمو. ايوه الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. والله يبارك فيك يا نانسي، وبالتوفيق ونجاح ليكم بجد. ومتشكر جدا ان انتوا اللي اديتوني فرصه ان انا اقول شهاده بسيطه في اخواتي اللي بحبهم وبحترمهم وبحترم اخواتي. والله والله ده شرف لينا يا كريم. واشكرك جدا على المداخله الجميله دي، صاحب الابتسامه الجميله الفنان المبدع الشامل كريم اسامه. اشكرك جدا جدا على المداخله. خلينا نرجع بقى تاني نقول سريعة، لأنه للأسف وقت الفقرة بينفذ. أنا عارفة أن الوقت الحلو ما بيعدي بسرعة. بالضبط كده. ده أنا أتمنى معاك حلقات وحلقات،
يعني انت اشتغلت مع الفنان الجميل طبعا وائل جسار، واشتغلت مع الفنانه الجميله شاهيناز والفنانه رندا البحيري، واشتغلت ووصلت فعلا يعني انا عايزه اوصل سبع جوار ومسلسل سبع جوار، يعني انت اكتر مني هتقول انت عملت ايه، فقول لي اعمالك الفنيه سريعه. وائل جسار، شاهيناز، طبعا وائل جسار صورته معانا على طبعا الشاشة. طبعا طبعا فنان عالمي يعني بجد، كان من ضمن من يعني اعمالي من العمل بتاعي، كان من ضمن الاضافه ليا جدا كبيره يعني كبيره. جميل. يعني كانت خطوه حلوه. والبوم شمس الكوتيه ما شاء الله، كان اسمه شقه سوبي، بسم الله الرحمن الرحيم، وشاهيناز كده خطر، والالبوم بتاعها 2020 لسه هينزل، يعني هو نزل على على انغامي والحاجات دي، لسه هينزل على اليوتيوب. وصوره مطربه الفنانه جميله شاهيناز معانا برده على الشاشه. طبعا طبعا، اختي يعني جميله يعني، ومن اصوات الرائعه جدا. وبسم الله الرحمن الرحيم، واشتغلت مسلسل سبع جار، اعمل التترات بتاعته والشغل الجرافيك بتاعه. و حسن الخلعي، مطرب حسن الخلعي شعبي، واشتغلت. يا ربنا يزيدك، لان انت لو قعدت تقول اعمالك كده هناخد الحلقه كلها ولسه انت ما خلصتش. عموما انا بشكرك جدا على يعني تشريفك لينا في والله البرنامج. والله انا اللي وبجد بجد نورت البرنامج ونورت المدينه كلها. يا اسلام انت شرف وفخر لكل الناس، يكفي ان انت بتساعد امك وابوك في البيت، وبقول امك وابوك مش مامي ولا بابي، لانه طبعًا فعلا طبعًا انت تاج على الراس. يكفي مامتك اللي يعني ان هي يعني بساعدها بدك تتجوز بقى اسلام، يعني فرحها واتجوز، حول شويه واتجوز عشان تفرحها. اوكي، اوعدك يا ضنت بعد الحلقه اسلام هيغير رايه وان شاء الله يتجوز، وكلنا بقى نيجي نبارك لها باذن الله عشان نبقى عملنا احنا كمان حاجه فرحتها باذن الله. باذن الله. والله انا انبسطت جدا بلقائي معاكي جدا، وانت يعني تشرفي اي حد. ربنا يخليك بجد، وانا انبسطت جدا والله ان انا معاكي. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، انا كنت بس عايزه اوصل لكم رساله صغيره، اللي هي النجاح لازم تحط له هدف توصل له. مفيش حاجه اسمها انا معايا ما معيش، مفيش حاجه اسمها اصلا مستني بابا وماما يصرفوا عليا، مفيش حاجه اسمها انا مستني الحاجه دي تيجي لحد عندي. كان معانا مثل مشرف من الشباب لسه عنده 25 سنه وصل لنجاحات، ربنا يزيده يا رب. ما يعني اي حد يتمنى يوصل للي هو فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم تاني مع مصممه الازياء الجميله ايمان فوزي. انتظروني.